بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. معالي وزيرة الثقافة المحترمة مندوب دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الإخوة والأخوات، الحضور الأكارم، كل باسمه ولقبه وكنيته، اسمحوا لي في هذا الصباح المشرق بنور وجوهكم أن أرحب بكم أجمل ترحيب في المكتبة الوطنية ذاكرة الآباء والأجداد وأم المكتبات وحافظة الذاكرة الوطنية. كيف لا ونحن نلتقي في هذا الصرح الذي تم تأسيسه في عهد المغفور له الحسين بن طلال عام 1975، وقد نما وتطور وازدهر في عهد الملك المعزز، حيث تشرفنا بزيارة جلالته في عام 2003، وأوعز في ذلك الوقت بإنشاء مكتبة عصرية مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية وتليق بذاكرة الوطن. وقد انتقلنا إلى هذا الصرح في عام 2008، فهذا الصرح الوطني أحد الصروح الشاهدة على إنجازات وعلى التطورات التي حدثت في عهد اليوبيل الفضي. الحضور الأكارم، لقد تم إطلاق الإصدار الجديد من جريدة الشرق العربي بطبعتها الثانية وبمجلداتها الثلاثة بحلة جديدة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم سلطاته الدستورية والأعياد الوطنية. ومن الجدير بالذكر بأن المكتبة الوطنية قد أطلقت الطبعة الأولى من جريدة الشرق العربي بمجلداتها الثلاث ضمن احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، والتي بذل فيها فريق العمل جهداً كبيراً ليقدموا لأبناء وطنهم هذا الموروث المعرفي بحلته الجديدة، حيث تنبع أهمية هذا الإصدار من إظهار التشريعات والقوانين الناظمة للحياة العامة بإمارة شرق الأردن في عهد جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول طيب الله ثراه. الحضور الكريم، نحتفل اليوم بإطلاق الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة من جريدة الشرق العربي بمجلداتها الثلاثة والمزودة بفهرس خاص لكل مجلد يبين توزيع الأعداد على الصفحات، وفهرسة تاريخية للأحداث والقوانين الناظمة في تلك الفترة من تاريخ بلدنا الحبيب. وفي الختام أقدم شكري وتقديري لكم جميعا، آملا أن يبقى أردننا منعما بالسلام ومزدهرا بحضارة الكلمة والمعرفة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، وأهلا وسهلا بكم.